يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يقرأ القرآن بعينيه فقط بدون أن يحرك شفتيه بل يفتح المصحف ويكتفي بالنظر، هل له أجر بذلك أم أنه لا يحسب له أجر القراءة؟ لا يحسب له أجر التلاوة، لأن التلاوة لا بد أن تكون باللسان، تكون باللسان، ولكن يكتب له من الأجر ما يناسب عمله. فإن النظر بالآيات ومتابعتها هذا خير، لكن ما هو مثل التلاوة. التلاوة فيها الأجر العظيم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. التلاوة تكون باللسان. نعم.